هات نحقوا الديمقراطية ونحقوا الفصل بين السلطات. بالنسبة للبلدان هذه اللي نحكيوا عليها واللي برشا يقعدوا يستشهدوا بها، الإشكال وأن الناس تخلط ما بين المواثيق الدولية والتجارب الدولية، والتجارب الدولية هذه متاع بلدان اللي عندها قرن وأكثر من قرن في الديمقراطية، واللي الفصل بين السلطات ما بيناتها قائم الذات. خلاف هذاك احنا بالنسبة لنا قلنا راهي النيابة العمومية يلزم وظيفيا تكون مستقلة تماما على وزارة العدل، باش ما تكونش تحت ضغط أي طرف خلاف القانون. يعني اليوم وقت بتكون عندنا نيابة عمومية تأتمر بأوامر السيد وزير العدل، دونك لنا ما عادش نجمو نحكيوا وإلا حاجة من سنين راه ثم خيارات أخرى. اعتبروا أن النيابة العمومية ما هيش قضاء وتابعة الجهاز الدولة وخليها تابعة وما تبدأ الأمور واضحة. دونك لهنا ما نجموش نحكيوا على بروسيسوس ديمقراطيك، على توجه ديمقراطي بقضاء اللي يقعد مشلول بالدرجة هذه وبالطريقة هذه بالتبعية اللي قائمة توا. دونك بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنا وجوب رد الاعتبار للنيابة العمومية واستقلالها على السلطة التنفيذية. دونك لنا رو حتى استقلال القضاء توا برشا عباد يقول لك استقلال القضاء ويحبوا يحكموا رواحهم وتولي ديكتاتورية القضاة وما ديكتاتورية القضاة، يقولوا لهم لا مش صحيح الكلام هذا. اللي خاف من استقلال القضاء وخايف على ديكتاتوريته هو لا تتمثل، على خاطر استقلال القضاء راهو بالنسبة للديمقراطية عنصر أساسي، وخلاف ذلك رأي ثم آلية رقابة ما بين السلطات